ان شاء الله موفق. يلا الله يا حبيبي حمد، يعطيك العافيه. يا مرحبا ابو سعيد، اول شيء الله يوفقك التوفيق الطيب. عطلاتك كلها ما فيها كلام، لا الاول ولا الثانيه الجديده. انا اللي شدني النسبه مبيعات العطور لجمعيه مرض السرطان. وين؟ نسبه من مبيعات عطلات دغش تروح لجمعيه مرض السرطان. ما شاء الله، هذا الله يوفقك فيه يا ابو سعيد، وهذا صدقني هو اللي ان شاء الله فاتحه خير لك. فوق ثقتك في عطورك والثقه الانتحاريه اللي فك العطر والتعطر منه ورده لي اذا ما عجبك، الا انك حاط ان فيه نسبه للجمعيه. جعل ربي يوفقك التوفيق الطيب. لو حكي منه لبكره والله ما هو جاي حقك يا ابو سعيد. جعل ربي يوفقك ان شاء الله. وانا اقول ابو سعيد قل لا اله الا الله، الحين معك شركاء؟ نعم. اثنين ولا واحد؟ لا اثنين. اثنين شركاء؟ معي اثنين شركاء. فوق معك اثنين شركاء حاط تبرع نسبة المبيعات. هذه بركات، هاي والله هذه بركات، ترى هذه بركات ان شاء الله البراند مثل الواحد قليل. والله يا خالد يشهد علي الله، نحن ما بغينا نحن نصرح بالشيء ذا، واني رفضت الا ان الشريك اصر واتم الا نحن نحط له. جعل ربي يوفقك ان شاء الله. ترى قليل دائما، وتراني ما طريتها الا لان جابها حمد. بالعكس، هذا علم طيب لازم نعلم به العالم. اي والله، حتى انت بتشتري عطل بتشارك في الجمعيه. جعل ربي يوفقكم ان شاء الله. قليل وانا اخوك من الشركات ومن هالمتاجر اللي يفكرون في امراض السرطان او المحتاجين. طبعا مبادره جميله جدا. إيه هذه مبادره يا اخوي جميله يا اخوي. تخيل اني انا اشتري عطر واشارك في اجر يا اخوي، هذه ترى شيء جميل. يعني جايك عطر يزين ريحتك ومشارك في اجر، يعني والله صدق يعني لكل الزمن، يعني بكل امانه يعني عطر واجر. والله يا اخوي قول لي صار الله الدنيا ودين. الله يجعل ربي يفتحها في وجهك وين ما لقيت وجهك. اللهم والله والله اني انا انسان افخر كل مالك شركة أو مالك براند أو إلى آخره، إن اللي يفكر في اللي أمراض السرطان أو يفكر في المحتاج أو يفكر في المسكين، ترى كل أبونا الناس والكل بالله سبحانه وتعالى. صحيح. يا أخوي جعل ربي يوفقك التوفيق الطيب على هذه المبادرة اللي سويتها. اللهم آمين. الله خير ما شاء الله يوفقك التوفيق الطيب. عموما وصلنا إلى نهاية فقرة اليوم مع تدشين براند انفيرون. اللهم لك الحمد. ثاني